يجب الإضاءة على أن قيمة الصحافة المطبوعة هي قيمة ثقافية قبل أن تكون قيمة مادية، لكن ضعف هذه الموارد قد يؤثر على القيمة بعد أن تتحول لمجرد آلية لنقل الخبر السريع. الحضور الكريم، أعلننا منذ يومين اختيار إمارات الشارقة عاصمة الصحافة العربية، وهذا الاختيار جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها إمارة الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله.